بتكلم مع حضرتك عن افضل الاجراءات الاحترازيه او الوقائيه من هذا الفيروس. اكيد نصيحه حضرتك بتوجهها للساده المشاهدين، في نصائح اكيد كثيره اتقالت خلال الفتره الماضيه واصبح كل الشعب المصري عنده وعي وثقافه كبيره، ولكن بناكد المعلومه ايضا من حضرتك. طبعا الحراره، لو في حد عنده حراره بسرعه، لو حد جاله كحه، دي الاعراض. اعراض. عايزين السبل الوقايه عشان المظبوط بقى الوقايه. طبعا ناخد بالنا ان احنا نغسل ايدينا كل فتره، ما نحطش ايدينا من على مناخيرنا او على بقنا قدر المستطاع. لو احنا في احتكاك مع الناس نلبس جوانتيات، قفازات يعني. لو في زحمه، في اماكن زحمه، نلبس ممكن ماسك. يعني في التعامل مثلا، الناس اللي بتتعامل في المستشفيات، بتتعامل مع الناس، مع جمهور كتير، لازم يكون التعامل من خلال ماسك. لازم ايجاد بعض المطهرات، تقليل الكثافه العدديه في الاماكن قدر المستطاع. يعني كان في قرار حكيم اللي هو حكايه الرياضه والجماهير والتجمعات والمهرجانات وكل حاجه دي، ده قرار حكيم. يمكن انا شايف كمان ان في اجراءات بتتم اكتر في المدارس، وبعدها اجراءات تاني في الطيران. فدي كلها عشان يقلل من فرصه ان 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 يعني زي ما بقول لك الفيروس حاجه ضعيفه. لو كل واحد حتى قاعد في بيته وجاله وتم شفاءه، خلاص الفيروس انتهى، مش هتبقى وباء، هتنتهي. لكن طول ما الناس بتتناقل مع بعض وتتبادل وتتحرك، هي دي مشكله.